على الراديو 90 90. شهر جاز وشهر باز قاعدين على الكرسي الهزاز، دي عاملة أبله وده أستاذ، هنا نازلين هري وعجن ولاد، جايبين سيرة كل الناس، فلان إدارجي فلان محتاس، ودي عاملة ماسك عصير أناناس، وده فنان خاطي بحتة بيت، نازلين هري وعجن ولاد في سيرة راجل وسيرة ست. اقتربي مني يا شهرجاز، تعالي جنبي ايتها الكتكوتة، اقتربي يا حلوة واحكيلي حدوتة. من عيني يا ابن المبسوطة، صدر ودنك يا مولاي، بلغني ايها الملك الحنين اللي مخلي عقلي لين، هحكي لك قصة لو اتكتبت بالإبر على آماق البصر لكانت عبرة لمن اعتبر. احكي بسرعة وهاتي الخبر. كان يا مكان في أحد البلدان الراجل اللي اسمه علاء، كان كل يوم بيتخانق مع مراته نجلاء عشان بتسيب لمض الشقة منورة على الفاضي، وتكييف الشقة شغال بشكل مش عادي، لغاية ما جت فاتورة الكهرباء كبيرة وفلوسها خلت علاء في حالة خطيرة. ولو اديتني يا مولاي منديل الأمان أحكي لك اللي بينهم كان. معاك المنديل. يا نهار أزرق يا ناس، فاتورة الكهرباء 400 جنيه يا نجلاء، 400 جنيه يا ناس. يا علاء اهدى، ما تعملش في نفسك كده يا اخويا، ليجي لك العصب السابع ونص وشك يتشل. نص وشي؟ ده انا جسمي كله اتشل يا ولية، انا مش محذرك 100 مرة ومش قلتلك تخف الكهرباء عن الشقة شوية؟ والنعمة يا علاء، انا طول اليوم ماشية ورا العيال اطفي في النور، انت ليه محسسني ان انا بحط ايدي في الكبس؟ اسمعي، من هنا ورايح مفيش لمبة هتولع في الشقة الا بمعرفتي، فاهمة ولا لا يا نجلاء؟ حاضر يا علاء، بس والنبي اهدى يا اخويا وتعالى نتفرج على التلفزيون مع بعض. تلفزيون؟ تلفزيون يا وليه يا مستهترة، انا اللي غلطان اللي عودتكم على كده، لكن خلاص علاء بتاع زمان راح، علاء بتاع زمان خلص. اصبري اصبري عليا يا نجلاء. شهر جاز وشهر باظ. يا علاء صلي على النبي وشغل التكييف يا راجل، حرام عليك هموت من الحر، ده انا ابتدى يجيلي حمو النيل. مستحيل يا نجلاء، التكييف ده عصره انتهى، وبعدين انا اشتريت لوحين تلج هحطهم قدام المروحة واصدرها عليك. لوحين تلج؟ انت ليه محسسني ان انا كوباية عصير؟ الامر لله، شغل التلفزيون خلينا نتفرج على المسلسل. ايه تلفزيون ايه يا نجلاء؟ يا ولية انت ما بتحسيش على دمي؟ يا راجل عايزة اتفرج على المسلسل ده، انا متابعاه. يا ست بقتصت بحد من قرايبك يحكوهولك، المسلسلات كلها شبه بعضها يعني يا نجلاء. اقولك ايه رأيك تقري الجورنان؟ اهو على الاقل القراية ثقافة. جورنان؟ ماشي يا علاء، طب نور النور خليني اعرف اقرا. نور ايه يا نجلاء اللي عايزه تنوريه؟ ايه علي يا حبيبتي؟ الله، امال هقرا الجورنان ازاي يا علاء؟ بطريقه برايل؟ لا يا حبيبتي، انا اشتريت لك بطاريه صغيره، الخبر اللي انت عايزه تقريه صدري عليه البطاريه، وهكذا بقى دواليك دواليك دواليك. بطاريه؟ لا يا اخويا، انا ماليش عيشه معاك يا علاء، انا هدخل الم هدومي واروح اقعد عند ابويا. انا لميتها الصبح في نور ربنا عشان ما تولعيش الكوبس. عموما خليكي عند ابوكي، وانا هبقاجي ازورك مره كل شهر. منك لله يا علاء، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. وهكذا يا مولاي فرقت فاتوره الكهرباء بين الموظف اللي اسمه علاء ومراته من زمان نجلاء. بدون لف والتواء، غلطانه برضه نجلاء، ما هي لازم برضو ترشد في استهلاك الكهرباء؟ يا راجل بطل نفاق، طبعا ما انتوا رجالة زي بعض ولازم توالس عليه، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، إله يشيل ويحط عليكم. ده انا حطير راسك وحقطع صوابعك وارميهم. ولا مسرور انت يا زفت، يا اللي اسمك مسرور، انت فين يا سيف الزفت؟ يا نهار ازرق، انت هتتغابى يا شهرباز. ايوه هتغابى يا شهرجاز، والمصحف لا تغابى ولا مسرور. هلق معايا ولا امسك يا واد يا مسرور، انت من هنا وانا من هنا،
اقفش يا ولا، اقطع راسها بقى. اعقل يا راجل، مش كده. الله، اهدى يا شهرباز، ده انا كنت بهزر معاك. والنبي يا مولاي، ابوس ايدك لحد كمك، سيبني لبكره وغلاوة امك. قشطه جدا، الديك بيدا. رحمك من ايدي دي، روح ربنا يهدي. شهر جاز وشهر باز، قاعدين على الكرسي الهزاز، دي عامله ابله وده استاذ، هنا نازلين هري وعجن ولاد، جايبين سيره كل الناس، فلان ادرج فلان محتاس، ودي عامله ماسكه عصير اناناس، وده فنان خاطي بحته بيت، نازلين هري وعجن ولاد، في سيره راجل وسيره ست، دي اتسوقت دي اتطلقت، ودي في اوروبا روقت، وده اشترى وده افترى، وده غاوي فشخ وفشخره، وده هو بطل الاستمساك. شهر جاز وشهر باظ، هشام يحيى، محمد نشأت، ايمان السيد، سيد زكريا، طارق عريش.